السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحداثة. في هذه الحلقة سنناقش الوضع الميداني والصحي في محافظة البيضاء، خصوصا بعد إطلاق المكتب نداء استغاثة لمواجهة تفشي مرض الكوليرا هناك. إذن مشاهدينا، أطلق مكتب الصحة بمحافظة البيضاء نداء استغاثة للجهات المختصة والمنظمات الصحية لمواجهة خطر انتشاء وباء الكوليرا في المحافظة. وقال المكتب إنه تلقى بلاغات من الأهالي في مديريات مكيراس والشرية وولد ربيع عن تفشي وباء في تلك المناطق، ومن خلال نزول ميداني للفريق ومعاينة الحالات وفحص عينات منها، أظهرت نتائج الفحوصات وجود إصابات بوباء الكوليرا. ونشد مكتب الصحة جميع الجهات المختصة والمنظمات المانحة بالمساعدة للحد من انتشار وباء الكوليرا في مناطق المحافظة التي تعاني شحة الإمكانيات وعدم قدرتها على مواجهة هذا الوباء. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: الوضع الصحي والميداني في محافظة البيضاء في ظل الحرب الدائرة، والجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية والمنظمات الدولية لمواجهة تفشي الوباء. لكن مشاهدينا، قبل البدء نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. لم يكن لمحافظة البيضاء أن تبقى بمعزل عن الحرب التي أنتجها الانقلاب، ولم يكن لها أيضا أن تحظى بالاهتمام الحكومي. هذا ما يقوله مواطنوها كل يوم، وهذا ما تصرح به جهاتها الإدارية، سواء أكان ذلك قبل اندلاع الحرب أو حتى بعدها. ما زالت محافظة البيضاء منسية من كل شيء إلا من القتال والأمراض والأوبئة. هذه المرة أطلق مكتب الصحة بمحافظة البيضاء نداء استغاثة للجهات والمنظمات الصحية لمواجهة خطر وباء الكوليرا، الوباء الذي عصف بمختلف محافظات الجمهورية يتوقف أخيرا عند هذه المحافظة الشبيهة من حيث الخدمات بالقرية. ولأنها بعيدة عن وسائل الإعلام وعدسات الكاميرات، فإنها تخوض معاناتها مع هذا المرض كل يوم بمفردها. مكتب الصحة الذي أطلق نداء الاستغاثة قال أيضا أنه تلقى بلاغات من أهالي مديرية مكيراس وولد ربيع عن تفشي الكوليرا بشكل مخيف، فيما أكد الفريق الميداني الذي نزل لمعاينة الحالات وفحصها عن إصابة العشرات بالمرض. صار الوضع أكثر صعوبة إذن، خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإنقلابية في المحافظة، التي تمنع المنظمات الإغاثية من زيارة المناطق المنكوبة وإيصال المعونات إليها. القرى التي تقع تحت إدارة الحكومة في المحافظة الوضع حرج فيها أيضا نتيجة الخدمات الطبية والإغاثية شبه المنعدمة. يفترس الوباء البدائي مئات اليمنيين ويسير في طريق منافسة الحرب الدائرة في البلاد، وفي كل يوم من يوميات حرب الانقلاب يعود اليمنيون دهورا إلى الوراء. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياضة الدكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة. دكتور، مساء الخير. أهلا، مساء النور. دكتور، يعني وباء الكوليرا أصبح وباء يفتك بعدد من محافظات الجمهورية، ما هي آخر الإحصائيات المتوفرة لديكم بهذا الخصوص؟ دعني أقول لك أخي العزيز بداية بأن ما هو منتشر في بلادنا حاليا موجة واسعة من الإسهالات السائلة الحادة، أو البعض يسميها الإسهالات المائية الحادة، والتي قد تكون الكوليرا جزء منها أو إحدى مسبباتها الأخطر فيها. ولا شك أن هناك العديد من حالات الكوليرا التي تم تأكيد الإصابة بها من خلال الفحص المختبري لفضلات المصابين بهذه الإسهالات. ومحافظة البيضاء إحدى المحافظات التي للأسف الشديد يعني انتشرت فيها مثل هكذا حالات وبأعداد كبيرة نسبيا. نعم، لكن دكتور، إذا ما أتينا للحديث عن الجهود القضاء على هذا الوباء، ما الذي قمتم به أنتم في وزارة الصحة؟ حقيقة أننا في إطار وزارة الصحة العامة والسكان تواصلنا مع المنظمات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية. نعم. وأعد برنامج لمواجهة هذا الداء وهذه المشكلة من خلال تحريك
فرق الطوارئ والترصد الوبائي والاستجابة السريعة للطوارئ من أجل رفع مستوى الوعي الصحي في بين أوساط المواطنين، ومن أجل القيام بالإجراءات الوقائية والعلاجية الضرورية واللازمة لمواجهة هكذا أحداث. وهذا تم في عدد من المحافظات، وتأتي على رأس هذه المحافظات التي أصابها هذا الإشكال أو العارض الصحي الخطير إلى حد ما، محافظة طعج، محافظة عدن والحديدة ومأرب ولاحق وأمانة العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات. وهناك لله الحمد نقول أن هناك مؤشرات لاحتواء هذه المشكلة الصحية العارضة في بلادنا في العديد من المحافظات وفي مقدمتها عدن. ولكن محافظة البيضاء وكما أشار التقرير لأنه يعني ربما تأتي المصاعب أمنية وجغرافية ولوجستية في مواجهة هذه المشكلة الصحية، وقد تكون من المحافظات التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود سواء من قبلنا نحن في وزارة الصحة العامة والسكان أو من قبل المنظمات. ولكن دكتور يعني ما ذكرته الآن يا دكتور هو أن دور الوزارة يقتصر فقط على التنسيق و يعني التواصل مع الجهات المساعدة والمانحة. يعني دكتور هنا نحن نواجه وباء، يعني لابد يفترض كان بوزارة الصحة أنه هناك استنفار أو إعلان حالة طوارئ في مواجهة الوباء الذي ينتشر يوم بعد يوم. يعني التنسيقات والتواصل مع المكاتب هي تأخذ مجراها وتأخذ وقت، بينما ما يحدث على الأرض هو وباء ينتشر يعني ساعة بعد أخرى. اسمح لي عزيزي، أنا قلت بأننا نقوم وبالتواصل وبالتنسيق مع المنظمات، لكن أنا أشرت إلى تحريك فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة والطوارئ، وهي فرق تتبع وزارة الصحة العامة والسكان. يعني ليس فقط التواصل مع المنظمات الدولية هذا ما نقوم به. أنا أشرت إلى تحريك هذه الفرق، وهي الفرق المعنية بمواجهة هكذا حالة صحية قائمة في البلاد. أما الإعلام فالإعلام ما الهدف منه؟ الإعلام وسبق أن أعلننا أن بلادنا تنتشر فيها المئات من حالات الإسهالات المائية الحادة التي تأكد الإصابة في بعضها بالكوليرا، وهو الأخطر والذي يجب أن تكثف الجهود لمنعه والتعامل مع حالة الإسهالات الحادة كما أنها كوليرا حتى نثبت عكس ذلك. والحمد لله لم يثبت أن هناك الإصابة رغم العدد الكبير من البلاغات بالإسهالات المائية الحادة والسائلة الحادة، إلا أن عددا محدودا منها ثبت أنها مصابة بالكوليرا، وحتى حالات الوفيات لم يثبت بأنها كانت بسبب الكوليرا. عموما نحن نقول بأن الوزارة تقوم بدورها ووفقا للإمكانيات، أما الإعلان فكان الهدف منه هو تكاتف الجهود وتوفير الدعم اللازم، لأننا كما تعلم الظروف القائمة في البلاد بسبب الحرب المشؤومة التي تدور حاليا في العديد من أرجاء البلاد ومنها محافظة البيضاء تسببت بتدني كثير التدني الكبير في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا، عدم توفر المياه النظيفة الصالحة للشرب، عدم انتظام منظومة الصرف الصحي وسلامتها، زيادة أعداد الفقراء الذين لا يستطيعون أن يواجهوا متطلبات الحياة، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هكذا أوبئة. ولكن لله الحمد نقول بأننا وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية استطعنا أن نحد من انتشار هذه المشكلة في بعض المحافظات، ونحن في طريق احتوائها في محافظات الأخرى ومنها إن شاء الله محافظة. لكن دكتور هو عندي استفسار في هذه الجزئية فقط، هو هناك عدد كبير من حالات الإسهالات التي تم يعني كشفها، ولكن كما قلت أنها بعض الحالات فقط هي كانت سببها الكوليرا. يعني الحالات الكبيرة والعدد الكبير من هذه الحالات الأخرى إلى ماذا يرجع السبب في هذه الإسهالات؟
قلت لك بأن السبب الرئيسي هو المياه الملوثة الغير صالحة للشرب والاستخدام الآدمي. هذا من أهم الأسباب. من الأسباب الأخرى أيضا عدم سلامة وكفاءة منظومة الصرف الصحي التي تأثرت كثيرا بما يجري في البلاد. من الأسباب الأخرى أيضا عدم قدرة الناس في ظل غياب التغذية الرسمية أو الحكومية بالمياه الصحية النظيفة إلى المنازل، عدم قدرة الناس على شراء المياه النظيفة الصالحة للشرب، وبالتالي استخدامهم لمياه غير نظيفة قد تكون ملوثة أحيانا حتى بالتداخل مع منظومة الصرف الصحي، وبالتالي تلوثها بمسببات الإسهالات، بالإضافة إلى عدم القدرة على توفير متطلبات الشخصية والنظافة البيئية في المجتمع، تراكم القمامة، عدم القدرة على شراء الصابون وغيرها. لأنه هناك ما لو تلاحظ أن المناطق الفقيرة والأكثر فقراً هي الأكثر تأثراً بهذه المشكلة الصحية. هناك أسباب عديدة تؤدي إلى الإصابة بهكذا حالات، لكننا نقول الحمد لله لأننا بفضل جهود الفرق في الميدان والمعنيين في مواجهة هذه الحوادث استطعنا إلى حد ما أن نحد من آثارها ونتائجها المؤلمة والمدمرة على حياة المواطنين وصحتهم، ونحن ثقتنا بالله كبيرة بأننا سنستطيع احتواء ما تبقى وقريبا بإذن الله. نعم، إذا دكتور فقط استسمحك تكرم بالبقاء معنا، سنشرك معنا بالحديث، سينضم إلينا الصحفي أحمد الحمزي من البيضاء. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد أحمد. أطلق مكتب الصحة في المحافظة نداء استغاثة لمواجهة وباء الكوليرا، ما هي صورة الوضع الصحي والإنساني في المحافظة؟ مساء الخير وشكرا جزيلا على المشاركة. محافظة البيضاء بشكل كما معظم محافظات الجمهورية طبعا تشكو وتعن تحت وطأة الميليشيات التي حصر حدت من كل ما هو من كل الخدمات، من الخدمات الصحية. محافظة البيضاء تعاني من أولا قبل وباء الكوليرا من نقص حادث الأدوية والمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بشكل عام، فكانت تكون غير مجدية وغير نافعة لعدم توفر الأدوية فيها. وبالنسبة للكوليرا في البيضاء هنالك في خاصة في مدينة ثلاث مديريات، مديرية مكيراس والشريعة وولد ربيع في ردع. طبعا هذه المديريات تشكو من حالات الكوليرا بسبب المياه الملوثة. حيث قام مكتب الصحة هناك بالنزول الميداني وعملوا فحوصات وأرسلوا عينات منها إلى المختبرات بعاصمة صنعاء، وأن الكوليرا تكاد أن تنتشر بشكل كبير في هذه المديريات. ونداء الاستغاثة كما هو عبر الإعلام بتلافي هذه الكارثة التي تترصد بأبناء البيضاء بشكل عام، نظرا لسوء الخدمات الصحية والتي توفر المياه المتلوثة والأمراض البيئية طبعا. نعم، إذن سيد أحمد تكرم بالبقاء معنا، نعود بالسؤال للدكتور عبد الله دحان. يعني دكتور، هو الصحفي أحمد أيضا أكد أن هناك حالات فعلا في محافظة البيضاء، يعني وزارة الصحة ما الذي ستقوم به في مواجهة تفشي الوباء يعني حاليا بعد ثبوت وجود حالات كثيرة في محافظة البيضاء؟ طبعا كما تعلم بأن الإجراءات تأخذ شقين، أحدهما وقائي والآخر علاجي. الجانب العلاجي لمن يعانون من الإسهالات الحادة المائية يرتكز على النقطة في غاية الأهمية، وبالمناسبة أتمنى أن ينقل أخي العزيز الصحفي أحمد هذه المعلومة، وقد سعينا إلى إيصالها بطرق مختلفة. الاهتمام بتعويض السوائل المفقودة من جسم الإنسان لكل المصابين، فالسوائل يمكن إعادتها عن طريق الفم من خلال استخدام محاليل الإرواء الفموية الموجودة وبسهولة ومتوفرة، وأيضا من خلال
استخدام السوائل الوريدية والتي عملنا على توفير الكثير منها بالتنسيق مع المنظمات المعنية، خصوصا لصالح المناطق التي هي خارج إطار السلطة الشرعية. نعم، ولكن هي أيضا المحافظة تتعرض لحصار دكتور، يعني هناك أيضا شح في المواد والإمكانيات، يعني بسبب عدم الاستطاعة لإدخال مواد وأدوية. نعم، من هنا يأتي أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية لكي توصل كل ما هو مطلوب إلى كل مناطق البلاد بما فيها المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة مؤلمة. نعم. بسبب ظروف الحرب المشؤومة التي تدور في العديد من مناطق البلاد. نعم. أقول أن الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة البيئية مهم، الاهتمام بتناول المياه النظيفة مهم. نعم. الاهتمام بمراجعة المراكز الصحية والمستشفيات ولو بحدود الإمكانات الشحيحة المتوفرة، لأننا لا نريد إمكانيات هائلة لمواجهة هكذا مشكلة، نستطيع أن نواجهها بإمكانياتنا المحدودة إلى حين القدرة على إيصال الإمكانيات المناسبة عبر المنظمات الدولية لهذه المناطق. نحن على ثقة بأن العمل وتكاتف الجهود الرسمية والشعبية قادرة على أن هو دكتور، يعني كيف تقيمون مدى يعني استجابة المنظمات مع الوضع الصحي في اليمن وأيضا الدور الذي تقوم به هذه المنظمات؟ نحن نقيم تقييما إيجابيا لاستجابة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية تقييما لما هو على الواقع اليونيسف. نعم، هم وفروا لنا الكثير من المحاليل الوريدية والكثير من المحاليل الإرواء ومولوا عملية إيصالها إلى بعض المناطق الموضوعة. كما أطلقوا نداء لكل دول المجتمع الدولي للمساعدة في مواجهة هذا العارض الصحي الذي تتأثر به بلادنا كما تأثرت العديد من أقطار المنطقة وخاصة في القرن الأفريقي. أطلقوا نداء لتوفير دعم مالي لمواجهة هذا الأمر في اليمن. نحن نقول لأن المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية تقوم بدورها ونأمل منها تصعيد وتسريع وتيرة هذا الدور بما يتناسب والظروف المعيشة الصحية التي نعيشها في اليمن، وكي نستطيع المحافظة لهذه المشكلة الصحية واحتوائها في أسرع وقت ممكن وبأقل خسارة ممكن. وضحت الصورة دكتور، أشكرك جزيلا دكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الآخر الصحفي أحمد الحمزي من محافظة البيضاء. يعني سيد أحمد، هل هناك جهود إغاثية في المحافظة لجهات حكومية أو منظمات تعمل للحد من انتشار وباء الكوليرا؟ يعني ما الذي قدمته هذه المنظمات والجهات الحكومية؟ نعم، أنا سمعت كلام الدكتور يتكلم وكأن الأمر يعني لا ينقل الأمر على الأسف الشديد بالواقع الذي مدت المحافظة. المحافظة محاصرة من يعني حتى المواد الغذائية التي تأتي عبر الأمم المتحدة لا تصل إلى مستحقيها ولا تصل إلى المناطق التي هي مستحقة بالفعل. فما بالك بالصحة، الصحة منعدمة سواء الدولية أو المحلية أو الحكومية، لا توجد حكومة تدير الأمور بالشكل هذا كلام ليس مناكفة وليس. لكن سيد أحمد، هو الدكتور أرجع المهمة في المناطق الخاضعة أو المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي هو على دور المنظمات الحقوقية. كيف أنتم تنظرون إلى دور المنظمات في إيصال المساعدات والإغاثة لهذه المناطق المحاصرة؟ المنظمات الحقوقية حتى يعني حتى المنظمات الحقوقية منظمات صحية الصحية، نعم، ليس لها وجود خاصة في المناطق النائية، وأنا أؤكد هذا الكلام، وأنا من أبناء المناطق النائية، لا تصل خدمات هذه إلى المناطق المستحقة، والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية خالية تماما من الأدوية ومن الأطباء ولا تؤدي خدماتها. فما لا، أولا الميليشيات تحاصر المحافظة حتى وجود المستشفيات، ومستحقات المستشفيات لا تصلها لتشغلها. الآن الكوليرا ستجتاح المنطقة
ولا نجد إلا نحن رفعنا استغاثة والصحة بنفسها في المحافظة البيضاء لم تقم بواجبها كما ينبغي. هنالك إهمال وهنالك يعني مصادرة حقوق المراكز الصحية والمستشفيات لا تصلها يعني حتى من وجودها حتى من أدويتها ما في لا شيء. المنظمات الدولية تشتغل عندنا أو تأتي إلى مثلا مراكز المحافظة مركز المحافظة نعم. ليس لها وجود يتم نعم. التصرف معها من قبل المسيطر هناك ويأخذ الأمور كما يشاء. نعم هو كل ما ذكرته سيد أحمد يعني في إطار المناطق المحاصرة من قبل الميليشيا. إذا ما تحدثنا عن المناطق المحررة يعني هل تصلها الخدمات من قبل المنظمات وأيضا من الجهات الحكومية؟ لا يوجد عندنا في المحافظة البيضاء أي منطقة محررة هذا للعلم. يعني الخدمات منعدمة سواء في المناطق المحررة والمحاصرة. ما فيش عندنا يعني ليست هناك أي منطقة محررة في محافظة البيضاء كلها تحت سلطة الميليشيات. نعم. إذن استسمحك أتكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن من الرياض الناشط الإعلامي والسياسي ناصر الشليلي. سيد ناصر مساء الخير. مساء النور. سيد ناصر لو بدأنا معك يعني هل وصلت أي منظمات إغاثية لمحافظة البيضاء؟ في البداية أشكر الأخ دكتور عبد الله دحانة وزير الصحة على مداخلته مع البرنامج وطبعا شكر موصول للدكتور ناصر دعوم مدير الصحة وكل العاملين في وزارة الصحة العامة والسكان. نعم. كان الأمل أن أسمع من الأخ الدكتور عبد الله دحانة كلام غير الذي سمعته في المداخلة. نعم. لم أكن أريد أن أسمع أن وزارة الصحة تقوم بإعداد برامج وأن وزارة الصحة تعمل على دراسة الأوضاع. هذا الوضع خطير للغاية. هناك كوارث صحية تحدث في محافظة البيضاء وفي غيرها من المحافظات. نعم. أتمنى أنا وأعتقد بقية المشاهدين أن نسمع من الأخ نائب وزير الصحة أن هناك فرق طوارئ معدة سلفاً لمواجهة أي جائحة صحية تجتاح أي منطقة من مناطق اليمن خصوصا واليمن في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي لا يخفى على أحد. نعم. والأوضاع الصحية تبعا للوضع المعيشي والاقتصادي هي دائما تكون متردية في مناطق الحروب والنزاعات ولذلك كنت أتمنى على نائب وزير الصحة أن يقول لنا أن هناك فرق جاهزة معدة لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة. فوجئت بأنني سمعت من الأخ نائب وزير الصحة بأن هناك برامج وعمل على إعداد برامج وهذا الشيء لا يمثل هو مستوى الأمل فقط يعني ولو قاطعتك سيد ناصر أيضا الصحفي رغم أنه ذكر أن هناك نعم. فرق ترصد وبائي قامت بالنزول إلى هذه المناطق. نعم. هذه الفرق لعلم المشاهد الكريم لا تمتلك أي مقومات لمواجهة نعم. سيد ناصر ولو قاطعتك بهذه الجزئية ولكن الصحفي ناصر الحمزي من محافظة البيضاء هو يعني أكد لنا أنه لا وجود لمنظمات صحية أو لدور للجانب الحكومي بالمحافظة بشكل عام. يعني بحسب معلوماتك أنت هل تتفق معه أم مع ما قاله الوزير أو نائب الوزير؟ المعلومة التي لدي وموثقها بأن هناك وصلت بلاغات إلى مكتب الصحة الموجود حاليا تحت قبضة الميليشيا في محافظة البيضاء وصلت بلاغات عن وجود أمراض ونزل فريق من مكتب الصحة وحرر رسالة بذلك بأنه ظهرت حالات كوليرا في منطقة الشرف بمديرية الشريعة وفي إحدى مناطق مديرية المكيراش وفي ولد ربيع. هذا الشيء يتطلب أنا أريد عبر قناة بلقيس أن أطلق نداء استغاثة إنسانية وأخص بنداء الاستغاثة الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة. نعم. والهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر الكويتي وبقية المنظمات منظمة اليونيسيف منظمة الصحة العالمية. محافظة البيضاء تتعرض لجائحة صحية وهذا الشيء يجب أن يحدث هناك تدخل سريع وعاجل لإيقاف انتشار مثل هذا المرض. انتشار مثل هذا المرض قد يضيف مأساة جديدة فوق المآسي التي يعانيها أبناء محافظة البيضاء ولم نعد بالأمانة لم نعد ناقصين أن نشهد مأساة جديدة بعد المآسي التي نراها التجاهل الإعلامي والتجاهل السياسي لهذه المحافظة والتجاهل العسكري وغياب الدور العسكري من القوات الجيش الوطني في هذه المحافظة. ألا يكفينا ما قد حدث من إهمال لمحافظة البيضاء لمدة عامين لتأتي الآن جائحة صحية لتفتك بأبناء محافظة البيضاء
والجميع يقول أنه يعد برامج. هذه كارثة، نحن نواجه كارثة، نريد أن نسمع ما هو التحرك الفعلي الذي تم، نريد لهذه المنظمات صوت، نريد لمركز الملك سلمان للإغاثة أن يقول لنا ماذا سيقدم لأبناء البيضاء في هذا الجانب، أن يقول لنا الهلال الأحمر ماذا سيقدم لأبناء البيضاء في هذا الجانب، أو أن نترك أبناء البيضاء يواجهوا مصيرهم كما تركناهم لعامين. أعتقد أن هذا ليس من الإنصاف في شيء. نعم، إذا سيد ناصر تكرم بالبقاء معنا، سأعود للصحفي أحمد الحمزي. سيد أحمد، بسؤال أخير، يعني هل لديكم رسائل أنتم أبناء محافظة البيضاء توجهونها للمنظمات الصحية وأيضا للجهات الحكومية؟ نعم، لدينا رسائل مهمة جدا. أولا، البيضاء كما ذكر الأخ ناصر خارج نطاق تغطية الشرعية هو التحالف العربي للأسف الشديد، وحتى وإن وفر مركز الملك سلمان أو المنظمات أي منظمة من التحالف العربي أي إغاثة وإعانة فلن تصل إلينا، لم تصل إلينا، لأن نحن تحت قبضة الميليشيات. كل شيء لا يصل إلى أبناء البيضاء، محافظة البيضاء بحاجة إلى تحريرها من قبضة الميليشيات. إذا كان هنالك وباء في البيضاء فإن الوباء لا يخلف إلا وباء. أبناء البيضاء يعيشون مع أوضاع مأساوية في كل جوانب حياتهم، الشرعية والحكومة تتجاهل أبناء البيضاء، والبيضاء لها رصيد وطني كبير في الثورة والجمهورية، منها الثوار الذين ساروا وشاركوا في تحرير الوطن في ثورة سبتمبر في كل الثورات الماضية، واليوم محافظة البيضاء ترزح تحت وطأة الاحتلال الميليشاوي ولا نجد من يلتفت إليها. هذا يترتب الميليشيات وقبضتها الفاشية الكهنوتية عادتنا إلى ما قبل 26. الناس الآن تلجأ الآن إلى العلاج بالكي، الناس يلجأون إلى الشعوذة، الناس يلجأون إلى أشياء بدائية قديمة بسبب الوضع الذي فرضت عليهم الميليشيات. نعم، إذن وضحت الصورة سيد أحمد. والشرعية ستحاسب أمام الله الشرعي في تقصيرها. من خلالكم نطلق نداء استغاثة، وأنا من أبناء البيضاء وأكلمكم من البيضاء، نحن نعيش لأوضاع مأساوية، على الشرعية أن تلتفت إلى أبناء المحافظة، فهذا ظلم وسيسأل عنه. نعم، نتمنى أن يكونوا قد استمعوا لرسالتك سيد أحمد الحمزي الصحفي، كنت معنا من البيضاء، شكرا جزيلا لك. أعود بسؤال أخير للناشط الإعلامي والسياسي ناصر شليلي. يعني سيد ناصر، إذا ما تحدثنا عن الإهمال فالإهمال هو يعم جميع المحافظات اليمنية، لكن البيضاء على وجه التحديد يعني هي تأخذ الجزء الأكبر من هذا الإهمال، لماذا؟ هل تعلم أن محافظة البيضاء أنها من ضمن المحافظات وقد تكون المحافظة الذي لا توجد فيها مياه صالحة للشرب، مياه بمعنى مياه صالحة للشرب، والمياه التي فيها كلها مياه سطحية؟ هل تعلم أنت ومشاهديك الكرام أن محافظة البيضاء قد تكاد تكون المحافظة الوحيدة التي كانت الخدمات الصحية فيها متدهورة تدهور غير عادي قبل الحرب؟ فما بالك عندما تكون في هذه المحافظة حرب لمدة عامين وعدوان على أبناء هذه المحافظة لمدة عامين، كيف سيكون الوضع الصحي؟ مياه الشرب غير صالحة للشرب، الأغذية معظمها منتهية الصلاحية، والأغذية التي تتطلب تبريد لا توجد كهرباء، أشياء كثيرة إن تكلمنا عنها فلن يتسع المجال لذكرها في هذا البرنامج. لكن الإهمال لمحافظة البيضاء الذي حدث في عهد في نظام علي عبد الله صالح في خلال 33 سنة استمر للأسف الشديد حتى اللحظة التي أكلمك فيها، حتى هذه اللحظة اليوم محافظة البيضاء تطلق نداء استغاثة أن لدينا جائحة صحية تجتاح المحافظة وقد تقضي على معظم أبناء المحافظة، قد تقضي على أطفال المحافظة الذين هم في عمر الزهور. ماذا أنتم فاعلون؟ ماذا ستقدمون لمحافظة البيضاء؟ شبعنا كلام، شبعنا وعود، لم نعد نحتاج هذه الوعود، نحتاج تحرك عملي وملموس وسريع من وزارة الصحة، من المنظمات الإغاثية وأخص بالذكر. نعم، وضحت الصورة سيد. والهلال الأحمر الإماراتي وأيضا من المنظمات الصحية الدولية العاملة في هذا المجال. نعم. إلا فإنني أحملهم المسؤولية أمام ضمير العالم فيما قد يحدث في محافظة البيضاء. نعم، وضحت الصورة. الناشط الإعلامي والسياسي ناصر الشريري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي
الدكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة، وأيضا أشكر للصحفي أحمد الحمزي كان معنا من محافظة البيضاء، وهو أيضا أشكر للناشط الإعلامي والسياسي ناصر الشريلي كان معنا عبر الهاتف من الرياض. ختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.